دلوقتي بقى خلينا ننتقل شويه لرمضان والاجواء الرمضانيه الجميله، لان اكيد دي بتكون انا بالنسبه لي واعتقد بالنسبه لك يا كريم، بالنسبه لناس كتير بتكون من افضل الليالي. انا بحب رمضان جدا، انا من الناس اللي بحب رمضان جدا، لان في لمه بتبقى موجوده، في كده روح حلوه، تحس الناس بتسال على بعض، ممكن يبقى ليك قرايب مثلا ما شفتهمش بقالك سنين، تحس ان انت عايز تسال عليهم، هم بيسالوا عليك. فخليني برضو تعالى كده يعني اسالك، بما ان انت برضو موجودش عارف ما فيش حد تاني اساله بقى، لا وماله انت، انا مش غريب برضو يعني العمليه في بيتها، لا العمليه في بيتها وتسالي اللي انت عايزاه. روح، انا سالتك السؤال ده اول يوم لو انت فاكر، قلت لك في حد ناوي من قرايبك ان انت تشوفه، في دماغك ان انت تسال على حد، فمين بقى القريب ان انت هتروح لك فتره؟ لو على السؤال فالحمد لله حصل مع كل الناس يعني، او اضعف الايمان مع معظم الناس المهمين اللي لازم الواحد يسال عليهم باستمرار ومش بس في رمضان. بس نرجع ونقول برضو يعني الكورونا وايام الكورونا وسنين الكورونا اللي كلنا يعني متثبتين فيها بقالنا اكتر من سنه وشويه، اثرت بالسلب جدا 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 على حته التجمعات، اثرت بالسلب حتى على الاجواء الرمضانيه نفسها. ايوه، ما حسيناش باستثناء الروحانيات طبعا، بس انا بكلمك على الاداء الاجتماعي والعزومات والسحور. طب هتسحرينا ايه بكره؟ طب انت هتفطرنا ايه النهارده؟ أيوة كده أيوة، ما فيش كده زي الاول للاسف. فربنا يزيح بقى، ربنا. انا عارفه برضو ان انت رايح عشان تفطر مع مامتك بكره، فانت هتسافر بعد الهوا اصلا. ان شاء الله ان شاء الله توصل بالسلامه باذن الله. خلينا بقى اروح مع حضراتكم دلوقتي، لان في حاجات حلوه كده كتيره جدا في رمضان، وهي لمه العيله زي ما انا وكريم دلوقتي كنا بنتكلم عنها، وتحديدا اللي احنا اتحرمنا منها السنه اللي فاتت بسبب كوفيد 19. ان شاء الله بقى ينتهي يعني السنه دي وما نسمعش تاني في اي اصابات ولا اي حد بيتوفى. لازم برضو ان احنا لما بنتكلم او بنحكي دلوقتي ان احنا عايزين نزور الناس وحلو صله الرحم وغيره، ان احنا اكيد برضو نلتزم بالاجراءات الاحترازيه في اي لمه بتكون موجوده على قد ما نقدر يعني. طبعا. بنضحك على قد ما نقدر.